المهم ننساو هادشي ديال لي زيكواسيون هذا وغادي ندوزو دابا لي بويسونس، حيت بزاف ديال الناس كي قلت لكم راه لي بويسونس شي حوايج لي مهمين بزاف حيتاش كيتستعملوا في كلشي، و الا ما كنتيش عارف بعض القواعد وهذا راه كتحسب شي حوايج لي فريمون ساهلين بزاف. اوكي دونك لي بويسونس، اول حاجه نعرفوا بعدا شنو هي اون بويسونس. غناخذ مثلا واحد لو ا ابارتونو ا ار لونسومبل دي ريال، هاد ا هاجي فاش كنكتب انه ا مثلا ا لا بويسونس كتسمى ا لا بويسونس ان. شنو كيعني ليا هادشي؟ انه هاد ا هاجي لي كتسمى اون باز وهادي كتسمى اون بويسونس، غادي نضرب نبقى نضربها في راسها ا فوا ا فوا ا فوا ا فوا ا، ولكن ان فوا تري بيان بعدد المرات ان فوا. بمعنى يعني الى عندي مثلا 5 كار بويسونس 3 هاد لا باز كنضربها في راسها ثلاثه المرات ان فوا تري بيان، دونك 5 فوا 5 فوا 5 اوكي دونك مزيان. دابا باش نعرف واحد لو سيني اولا كيفاش كتعاونني لو سيني ديال لا باز باش نعرف لو سيني ديال لا باز ا لا بويسونس هذيك لا بويسونس. غادي نجيو وغادي نقولوا الا كانت عندي ا بوزيتيف حيت بوسك ابارتونو ا تقدر تكون بوزيتيف وتقدر تكون نيجاتيف، الا كانت ا بوزيتيف كنقول بلي اوتوماتيكمون نيشان ا ا لا بويسونس ان كيف ما بغات تكون هاد ان فراه ا لا بويسونس ان ديما كتكون بوزيتيف صافي. حيتاش مثلا جوست با ناخذ 3 ا لا بويسونس اللي عطيتيني 100 راه 3 في 3 في 3 ديما هي كدا، واخا تكون لا بويسونس نيجاتيف راه هي حيتاش دابا ندوز لهادي مثلا عطيتيني اون بويسونس نيجاتيف مثلا ولا نديرو ناقص 4 مثلا راه شنو هي هادي فاش كتكون عندي انا موان راه هي المقلوب كندير لها المقلوب يعني 1 سور 3 وكنحيد بها هاد لو موان على بويسونس 4 وبيان سور 1 سور 3 بوزيتيف ضربتيها في راسها 4 المرات راه عطاتك ديما بوزيتيف. دونك فوالا دابا في الحالة الثانية هي انه الا كانت عندي هاد لاباز هادي نيجاتيف هنا كيكون عندي جوج ديال الحالات، ما كنقولش نيشان انه ا لا بيسونس ان نيجاتيف حيت غير قبيله شفنا واحد الحالة ديال كانت عندنا جوج موان دو او كاري وعطاتنا 4 يعني راه بوسيبل تعطيني بوزيتيف. اذا هنا تكون اصلا وضحت لكم الفكرة انه هاد الا كانت ان بير يعني هاد ان هادي الا كانت زوجية او لا الا كانت امبير، فهاد الحاله كنقولنا ا على بويسونس ان بوزيتيف بيان سور بوزيتيف، او الا كانت امبير ا على بويسونس ان راه كتكون نيجاتيف فوالا. وهاد الشيء نيت كيدينا الهضره انه الا عندي ا على بويسونس ان مع ان اولا موان ا يعني نفترض نفترضوا حنا هاد ا ديجا هو بوزيتيف ودرنا ليه موان يعني فوالا هاد الشيء اوتوماتيكمون كيساوي ا لا بيسونس ان. يعني مثلا عندي ا هي جوج يعني هكا راه هي نيت هكا باردون بيان سور الا كانت ان افيك ان بير الا كانت ان بير راه هي دو ا لا بيسونس ان يعني ديك الموان ما كيبقى عندها اصلا حتى معنى. اوكي اولا الا كان عندي موان ا ا لا بيسونس ان كتساوي ليا الا كان ان امبير كنخرج هاد الموان وكتولي هي ا على بويسونس ان سي ان امبير. و الا افترضت اصلا هنا انه ا اللي خدمت به هنا راهو ديما بوزيتيف اللي خدمت به هنا اوكي دونك فوالا. حيت بارفوا مثلا كتكون عندي واحد العباره مثلا فيها لا بويسونس وكنحتاج اني نحيد مثلا شي موان مثلا معنكشاني لداخل ياك، فكنشوف انا واش هاد لا بويسونس واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. هادشي كيوقع بزاف كيف قلت لكم في اف بريم كنشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف ويا كنخرجها نتهنى منها اولا كنحيدها بمره الا كان ان تاف صافي. غادي ندوزو دابا انه مثلا الا كان عندنا ان لا بيسونس موان ا لا بيسونس موان قلنا بلي راه هي هادي بحال قلتي الموان هو اللي كيقلب باش كنقول لك يقلب يعني ان سوغ ا وكنرد هادي بوزيتيف سون بروبليم ا لا بيسونس ان. بمعنى عندك مثلا 5 ا لا بيسونس موان 2 راه هي ان سوغ 5 مناقص كتقلب وجوج كتولي بوزيتيف، اولا عندك مثلا جوج على 3 على بيسونس 5 موان 5
شنو هي المقلوب ديال 2 على 3؟ هي 3 على 2 وغنرد لا بويسونس بوزيتيف سون بروبليم. دونك دابا غادي ندوزو لي زوبيراسيون على لي بويسونس. ماشي صوت لبنا اوكي داكور. دونك غنشوفو لي زوبيراسيون فاش كيكون عندي مثلا بزاف ديال لي بويسونس وكيفاش غادي نتعاملو. مثلا غنبقاو في ا، دونك ا على بويسونس مثلا واحد ان هو ا على بويسونس ام. طبيعة الحال ا و ام ان و ام دي بويسونس. فإلا كان عندي هاد الحالة شنو المقصود بعدا؟ أنه هاد ا هي هاد ا مثلا بحال حالة أنه تحتي في 4 وكاغي فوا 4 يعني كتبقى هادي بحال داكشي باش سميتها ا على بويسونس 3 مثلا. شنو كتعطي هادي؟ غادي نقدر نسامبليفيها وتعطيني كنحط هاد ا أولا كنحط هاد 4 وشنو كندير لي بويسونس كنجمعهم. الا كان عندي الضرب هنا كنجمع لي بويسونس ان بلس ام. باقا لافيو لا هي تعطيني 4 على بويسونس 5 واضحه. ندوز الثانيه. الا كان عندي ا سور ا عاوتاني يعني هنا كان عندي الضرب هنا عندي الجودة هنا على بيسونس على تاني ان مثلا وهنا ام. شنو كيساوي هادشي؟ هادشي ايغال كنسامبلي فيها انا نقدر نكتب ا على السطر. واش كندير لي بيسونس؟ كندير الفوق ناقص لتحت ان موا ام 6. هنا عندي 4 مثلا وهنا عندي 3 نقدر نسامبلي فيها وندير 6 على بيسونس الفوق ناقص لتحت 4 ناقص 3 هي 6 على بيسونس ان هي 6. مزيان. دابا غادي نعطيو واحد ليكزامبل نجمعو فيه هادشي كامل ديال لي بويسونس. غادي نسميه ا مثلا ايغال ا او كاري فوا ا على بويسونس 5 على بويسونس 3 لو تو على بويسونس 3 سور وهاد المثال هذا نبغيكم انكم تخدموه دابا وتقولوا لي شحال غيعطيكم. ويلا تقطعت لا ريونيو راه غادي لونسي لكم واحد اخرى على بيسونس 4. يلا حسبوها ليا بهذا الشيء اللي شفنا و فوالا. واخا شنو قلنا؟ قلنا بلي اول حاجه كنديروها هي كنحاولوا نحيدوا هاد الاقواس هادو ونتهناو منهم. دونك الاقواس عطاتنا ا فوا ا او كاري. شنو قلنا؟ فاش كتكون عندي نفس لا باز كنجمع لي بويسونس. دونك عندي هنا ا على بيسونس 1 وهنا ا على بيسونس 2. دونك يا ا à la puissance 1 plus 2. Voilà, il y a à la puissance 3. 3. Mais bien. Donc, à dire, j'ai de l'aqua sédone, ou de A à la puissance 3, ou de l'aqua sédone. Là, il y a de l'aqua sédone, tout l'homme à la puissance 4. Donc, on a fait de la puissance 4. D'abord, il y a de l'aqua sédone, il y a un nao, mettez-en, il y a de la puissance de la puissance, il y a de la puissance. Donc, l'oula, attendez, A à la puissance 5 à la puissance 3. شفنا هي قبيله انا كنديروا A à la puissance 5 à la puissance 5 fois 3. Très bien, fois 3. اللي هي A à la puissance 15. لتحت غنخدموا حتى هو A à la puissance 3 à la puissance 4 اللي هي A à la puissance 3 fois 4 égale A à la puissance 12. صافي غادي نجي دابا غادي نعوض غنحيد هاد ونخليه. دونك غادي نديرو ا او كاري نخليها فوا هادي حسبناها عطاتني ا على بويسونس 15 سور ا على بويسونس 12. اوكي غادي نكملو بنفس القواعد اللي شفنا يعني شفنا كلشي تقريبا. دونك الفوق الا بغيت نخدمو عندي ا او كاري فوا ا على بويسونس 15 نفس الحاجه باز مع باز بيناتهم فوا. دونك كنجمع الاسس 1 بلس 15 ايغال ا على بيسونس 17. تري بيان. بالنسبه للتحت راه هو اصلا ا على بيسونس 12. دونك غادي نجيو غادي ندير ا ايغال غنعوض الفوق ا على بيسونس 17 سور ا على بيسونس 12. اشنو قلنا قبيله؟ الا عندي نفس لا باز بيناتهم قسمه لا ديفيزيون كندير كندير الفوق ناقص التحت اللي هي ا على بيسونس 5.
وهكذا بقينا لا سوليسيون.